من ضمنهم صح ان في دولتي من الدول، انا ويا واحد من الزملاء الله يذكره بالخير رايحين مع فيز بيجيب عمال ونلقى يجيبون عمال يبيعون الفيز. لا 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 هو بيجيب هو بيجيب عمال هو بيجيب عمال هم مرافقين. اي لا ما بلا انا وهو اي بس ما يخالف اي ما بلا انا اثنين تونا ساكنين في الشقه هنا. بارك الله فيك. انا حارس العماره. اي بارك الله فيك. قال ان في سعودي بيتعرف عليك. جالب. تكرم بس. انا الشك. الله يجزاك خير. الشك مزيول. الشك مزيول. قال ان في سعودي بيتعرف عليكم. قلنا وش تبي يا بالحلال؟ ما لنا على طاري كلامك ان الواحد الثقه ما الثقه، الثقه الزايده دي ما تصلح انا اخوك حتى لو انا في ديرتك في ذا ما تفضل ما تهمل شيك. اكيد المشوره ويجي عندنا في الشقه. السلام عليكم. السلام وشك. عليكم السلام ورحمه الله. ارعى قلبك تعال جنبي. عليكم السلام وش اخبارك وش عندك؟ قال والله انا جاي هنا ما ادري من وين جاي من اي دولك يعني انت تبي شيء؟ قال لا بيتعرف. اي والله يوم جت الساعه حدود الساعة 2 في الليل لا انا دبت سمع الدرج. افا وش هاكم؟ افا خوي خلينا نفتح الباب. قلت لا 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 تفتح الباب ما لنا ما لنا في السوق ما سوق ولا نعل ما لنا ما لنا شغل ما لنا شغل ما لنا حاجة. الى انا هو على شقته انا طالع في العين السحرية لين ناس ما شاء الله لا اله الا الله. شو له شوي ابو 10 دقائق الا الرجال محولن علينا لا شماغ ولا شيء ولا وش فيك سلامات؟ قال والله هذا الشرطة جايين وش يبون؟ قال شالوا اللي معي وحدي حلمهم انها سالفته ما هي بطيب. طيب المشكلة انها اول يوم يجي لنا قال اني جاي من دولة ومن دولة ومن دولة وانا ويا خويه وقالت خاتمة قعدت فيها وخويه راح للرياض. انا ما رحت معه. قال ان قعدت في ذا اللي بقعد لي اسبوع يومين ثلاث ايام. قال المشكله مو في ذي يا ابو سعد ولا انت ثاني. فيه رايب بس. فيه في شيء كش عندك؟ قال راعي التاكسي اللي جاء معي مرابط معي في المطار الى وصلني هنا وقرقر على راسي. شوف العماوه قرقر على راسي. قال خل الشنطة السمسونايت باللي فيها خلها في شنطة السيارة علشان إذا متى ما مريتك أو اتصلت علي ولا جيتك ولا بقيت أي سوق إلينها معي. الحمد لله كل شيء فايا للعلم. طيب وش سويت؟ قال والله معه خذ مع الرجال. طيب الشرطة ايش قالوا لك؟ قالوا إن الرجال هذا اللي جاب لك اللزوم ده هل مراقب؟ لا والله إلا حظ من الله له. تراه مراقب له 4 شهور طالع من السجن وتحت الأنظار. الله سبحان الله العظيم مدعي له. قال ترى تحت الأنظار والشغلة اللي جابها لك تبعها هو. أنا طيب وش قال؟ انهم قالوا مرنا في القسم بكره الساعه 7:30. يا شيخ 7:30 انا والله شان وشاك السلام تتغدى معنا بتعشى معنا بحياك الله لكن انت ثور الى هالدرجه. اي بالله لو انك في الرياض ولا في ديرتك ما خليتها في شنطه سيارتك ولا اعطيتها اخوك ولا اعطيتها احد. صحيح. نعم. وين جوازك تذكرة فلوس كل شيء كلش ممكن يحط لك بلا اصلا لو ما نعم اكيد ويوعدونه يروح لهم ويجي لنا. قالت ها وش صار؟ قالوا تعالنا بكره الساعه 9. الله ونصيبه من الله ويجي وتنافض الرجال ترى يوم جاء بكره الساعه 9 جت حدود الساعه 10:10:30 الى اللي جاي الى اللي ماسك شنطته ها ماسك لا ماسك شنطته جايبها جايبها حاطينها من وراه هاي طلعت لك قلب انتبه هالحين الله لا يهينك عاد اللي معي بعد كبير سن من الخيل قلت هالحين من هنا والمطار نعم انت بصاحي الرياض ولوك جاي من ذيك الدول اللي انت قلت وعددت علينا يعني الواحد مفتح وفاهم الامور اكلك غشيم بكرتونك وانقذك الله. النيه الطيبه الايام هذه لا تنفع يعني خلي نيتك طيبه بس شوف الشنطه بالذات في السفر الشنطه في السفر مستلزماتك الخاصه كلها الشنطه في السفر الايام هذه مستهدفه لا الايام هذه حذر تكون حذر 100 100 100. انا كنت في دوله من الدول الاجانب يعجبونك في شغله واتكلم على الاجانب الاوروبيين
ماسكين سرا في واحد حط شنطته وراح اجي والله ما خلوه يروح هنا والله ما خلوه يروح مسكوه ونادوا الامن لان الشنطه قد يكون فيها قنبله ويكون فيها بلا احنا كنا في الدور ولا رضوا يحركونها ويروحون الامن ويوقف المطار كله لين جابوه لا الان في المطار شنطتك دائم خليها معك وان شفت شنطه غيرك ما مع احد لا تقعد جنبها هنا. ابعد عن الشنطه ما لك شغل فيها خاصه يا مفزع ترتيب شنطه كنت في سفر لا تقول لي والله اللي عندك في الشقه بينا يرتبون انت اللي رتب شنطتك لا قد يحط فيها شيء ما تدري عنه صحيح. وفي شيء ثاني رحت المطار الكيسه ب 15 ريال التغليف غلفها وحطها في العفش نعم. تسلم من ما حد يفكها وتسلم من ما حد يحط لك فيها بلا صح والدعوشي 15 ريال بعضهم يحط قفل القفل يكسر صحيح. لا غلفها بكيس و15 ريال وانتهى الامر وانتهى الامر لا في هذا شو اسمه هذا عقب ما تشيك عليها مثل ما قلت أيه. شنطتك انت تشيك عليها تشيك عليها بنفسك انت. بنفسك انت لازم تشيك هذه نصيحه يعني لا قدر الله واحد وانا اخوك انا دماغ واسعه أكيد. والناس الحسد والشر كثير يا اخي ما يحط لك على المثل ذاك يقول لما القحت ولا ما ضرها اجل اما يحط لك معك شيء ان عديت طال عمرك اخذت شنطتك سرقتها منك ولا ادبر حالي واخذها منك صحيح وانا مسكت طال عمرك انا برا الموضوع وسالم منها في نفس ذي يوم راح الرجال اليوم الثاني جاء نزل علينا السعودي قال لي ابو سعد وخويي قال ابيكم تسيرون عليه في الشقه قلت يا ابن الحلال قال ده شايب انت سبير تجميع شلال اللي معي قلت والله انا منها فاضين قال لي سوي خير قال الشايب راح مر عليه شو شيبي مريت عليه عاد طاير في الشقه حقته صراحه كانك داخل بيوت من بيوت لنا شاريها وتلاجه ومساعد ودنيا كانك في الرياض الله. قال لي وانا اسمعني معي شنيط كبر ذي ابعطك مياها وابعطك تلفون عيال حدا العيال يوصل لاجيت مطار الرياض اتصل عليه خليه يجي يشيلها منك زين بس المعروف زين قلت لا 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 قلت بس ما عندك مشكله جاهزها والله ما مشكله وخلك والله وخلك خلك جاهز قال كم قلت يمكن يوم يومين بنمشي جهز شنطتك على روقان الله وخلك خلي على تجهيزه جي طال عمرك الخوي قلت السلام حجز لنا غرفتنا اصلا في فندق ثاني قلت الخوي شل عفشك ما شاء الله وش فيها شنطه وش في قلت والله الرجال بيعطينا شنطه كذا 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 شنطه انا ما عندي استعداد اشيل شنط لحد يلا يلا لانها مي بالمساله مساله شنطه ما انك ما بتخدم اي ما بتخدم مساله الان انك بتكون طيب هم بكره تروح في الرجلين صحيح يا ابو صحيح. ابو سعد خلينا نعلم يا ابو سعد خلينا ناخذها نعمل قلت بتاخذها روح انت في رحله وانا في رحله صح امشي مالي شغل يمكن ثرعنا بالمطار ابو سعد ابو سعد بالمطار ولا ابو سعد خليني اعطيك شيء الله قسم بالله العظيم ان يجون ناس في احدى خلينا نرمز احدى الدول إيه ويجون طال عمرك يجون احيانا يجون حريم يجون قال بالله وين رايح؟ قلت انا رايح طيب عفشك قلت عفشي هذه شنطه تكفى بالله حنا كذا وحنا كذا لا يا امي الله يعطيك العافيه إيه اسمحي لي طيب اخدمنا عاوننا ما في شيء اسمه انا اخدم والله لا اخدم لكن عفش وما عفش لا يا ابوي ما تحمل اي والله ما في قانون يحمي المغفلين لا 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 طيب الله يعطيكم العافيه حنا طال عمرك جزاكم الله خير موضوعكم يا زينه بس انها على قولهم جاء في الوقت الضايع اللي هو جاينا ضيوف الان عزيزين عليكم عزيزين على المشاهدين وعزيزين علينا كلنا